إذن السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في الأوفياء، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر هذا اللي كنقلوا لكم من مدينة ميدلت وبالضبط من حي سميت أي تغيات. إذن كما كتشوفوا قدامي هذه السيدة هذه طاعنة في السن اللي سميتها غزالة، يعني كتعيش واحد المأساة، كتعيش واحد العذاب، واحد القصة عندها اللي يعني مأساوية صراحة. هذه السيدة هذه كانت عايشة بخير وعلى خير، كان عندها واحد الولد اللي كان هو كان معلم، فإذا به كتقول لنا على حساب لسان هذه السيدة هذه أن ولدها حمقات مراته، يعني هبلاته من بعد، يعني ما كان واحد الناريات غادي باش أنه يمشي مشى يقري، فاش رجع كيتفاجأ أن المرأة يعني دات ليه الماء ديال الدار كاملين، ما خلات ليه حتى شي حاجة. جا السيد بدا كيضرب في راسو، كيضرب راسو مع الحيوط، يعني لقى الدار تقشات كامله، بقى كيضرب راسو مع الحيوط، يعني حتى مسكين تخرج عقله. الحاجه غزاله يعني مسكينه بقات معذبه معاه من بعد، يعني سنين وسنين تقريبا وهي كتقاسي مع يعني داك الهبال ديالو، انه واخا عذبها واخا محنها الا انه كتقول هذاك راه كبتي ما عندي ما ندير، ولكن شاء الله قدر ما فعل انه واحد النهاريات حرق لها الدار، يعني بسبب كما كتشوفوا هنايا دابا راه مغطيه غير بالخشب، الدار مغطيه غير بالخشب، وكما كتشوفوا هنايا راه الدار مكرفسه لها، يعني مغطيه غير بالخشب ودايرين لهاد البلاستيك هادي. كما كتشوفوها واحد البلاصه هنا يعني القطره، يعني كتقطر عليها الدار، كتعيش واحد المعاناه واحد الماساه، وكتقول لينا مسكينه انها ما كاينش راجلها مني ما خلى لها لا مانضالا حتى شي حاجه، ما خلالها لا مانضالا باش تصرف لا حتى شي حاجه، يعني اللي جادوا عليها المحسنين كيعطيو عليها هي هذيك، ما 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 جابتش راه كتبقى بالجوع. حتى لقينا يعني في الدار عندها هنايا انها مسكينه كتفطر غير بالتمر، يعني على حساب داكشي اللي جابت في النار. سيري الحاجه اللي باش على حساب الضو، سمحي لينا الحاجه، هاك الحاجه، واخا الحاجه قولي لينا الحاجه القصه ديالك، كيفاش من نهار يعني كما قلتي لينا في الاول ولدك يعني من نهار حماق، وشنو السبب اللي حمقو، وكيفاش عشتي مع العذاب؟ مني تنساو اللي هبلوه وقشقشقوا ليه الدار، داو ليه كلشي، ما خلاو ليه حتى حصيره، ما خلاوهاش ليه، خلاو له الدار هكاك الحيوط، وجا كيضرب راسو، مشى معلم مشى يقري وجاو القدر وراه مقشقشينها ليه نسابو، وجا كيضرب راسو من هاد الحيط لهاد الحيط حتى رد الدار دميات، ونادو علمونا الجيران قالوا لنا يا جيو تشوفوا ولدكم مالو. منين جينا لقينا يا ودي السيد راه ضرب راسو وراه خشخشوا ليه الدار وما خلاو ليه شي على شي، بقى صافي الولد ما ولاش كيقرا، ما ولاش كيقري، وهبل وكيمشي غير في الزناقي، ونت انا مشيت انا جبتو لعندي، جبتو لعندي وقعد معايا ايامات، وجاب هو وخالو، ما كنتش مشيت نسعى، مشيت لمكة. شحال تقريبا دابا باش وقع هاد الشي الحاجة؟ تكون شي خمس سنين هادي، شي خمس سنين، تكون شي خمس سنين هادي. منين جيت اسيادي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيت وجابوا لي الولد وجينا وقعد معايا في الدار، وقال لك هذا ما عطى الله، وكان صرف عليه وما بقاش عنده العقل، وكيغوت عليا وما كيخلي لي شي، وهذا ما عطى الله، اللهم انت الشيء ولا اكثر. دابا كنمشي نسعى، كنمشي للصيف اللي متيمن، كنمشي للصيف للقصابي، كنسعى هنا في ميدالت. شنو كتجيب الحاجه في القصابي ولا في هذه متيمن هذه، شنو كتمشي القصابي؟ كنمشي نسعى فوقت الزيت، يعني كتشدي العشور؟ ايه كنمشي لمتشيمن، كنشد العشور الزرع، كنجيبو لهنايا كنبيعو باش نلقى نعيش ونعيش ولدي. ودروك كنطلب الله منكم، الله يرحم الوالدين، داكشي علاش قدركم سيدي ربي، عاونوني فيه ان شاء الله. حاجه قلنا كيفاش تتحرقت لك الدار الحاجه،
عاودي لينا كيفاش تحرقات لك الدار انا كنتي؟ ديك الساعه ما كنتي كنت في متيمن في الصيف، حتى نجاو قالوا لي جي تشوفي راه دارك تحرقت. كاين خويا وكاين ولدي وكاينين شاعلين الفرنو، ونوضو ونعسو، من نعسو طاح العود على الفراش وبقى كيتنتكل كيتنتكل حتى وصلتهم العافيه ونوضو كيغوتو. وراه الولد اللي هبيل اللي ضربته الفيقه وشاف العافيه راه طالعه مع الجناب ديال الحيوط، عاد باش ناض خرج خالو لبرا وكيغوت ورقدوا الباب. وواحد المراه اللي فرحات عليهم الباب قالت له باش سديتو، قال لها بالقفل، قالت له يوا حلو، قال لها ما عنديش لي دين باش غادي نحل، قالت له غير جبد الباب، انا نجبد الباب اللي عندي وانت جبد الساقطه، شد الساقطه جبدها وشدها اندفع عليك الباب. داك الشيء اللي كاين تبعات عليه الباب، عاد واش باش ولاو خرجوا، عاد باش صيفطنا البومبيه، جات البومبيه ونادو كيطفو، ولكن حتى خدات حاجة في الدار في كل شيء. يعني تحرقت لك الدار كاملة حاجة؟ كاملة ما بقى. قلت لي غير هاد البيت هادي اللي درتي لها تقريبا هاد البلاستيك وكان سيدي ايه الله يثبتنا على الشهادة والخاتمة. ونادى سيدي كينوضو ما بقى لي فراش، ما بقاو لي مواعين، راه غير المحسنين اللي عاونوني. هذاك سميتو ذاك الطبيب اللي حدا القنطره ديال التشاويت هو اللي عطاني 50000 في الورقه في البرا، قال لي عاوني راسك، ما لقيتش انا اللي عاوني باش نلقاو نخدمو لك الدار، عطاني 50000 ريال. والوجه شي كيعطيني 4000، شي كيعطيني 2000، شي كيعطيني 3000، شي كيعطيني 400، شي كيعطيني 500، وجمعت داك الشيء ووليت كان نرد حاشاكم الطين، وكان رد الخشب. يعني درتي كانت هذه دابا مبنيه ب غير بالخشب، غير بالخشب، غير بالخشب باش مسقفه، غير بالخشب. وهذا راه تابوت. لا باش كانت مسقفه من قبل؟ غير بالخشب. ايوه غير بالخشب، غير بالخشب، وتحرك كل شيء تحت الارض. ما بقى لي فراش، ما بقاو لي مواعين، راه غير المحسنين اللي عاونوني باش درت هاد الشيء. وكنت كنخدم بتيغرادي، فاش كنت قديت كنخدم في الجرادي في التفاح وفي المشماش، ودروك ما قديت الصحة عيات، ما وليت كنخدم شي، ما قديت شي، السعايا اللي وليت كنسعى. واش انت راضية الحاجة بهاد السعايا اللي كيما قلتي كنتي فاش كانت صحتك كنتي كتخدمي؟ كنت كنخدم. دابا ما بقاتلكش الصحة باش انك تخدمي؟ جاوبي، لا جاوبي نشوف. قلت لك يا سيدي، وكنت كنسعى، ما كانش مشكل، كنت كنخدم في التفاح وكنت كنخدم في المشماش، ما كنتش كنسعى ديك الساعه، كنردها لتيغرادي غير انا بوحدي في داري، ما معايا حد انا، وهذا الولد هذا اللي عندي اللي هبيل. منين دار لي ديك الفضيحه وطاحت لي الدار، وليت عزلت له واحد البيت على برا، عندي الزنقه منا وزنقه من لهيه، عزلت ليه واحد البيت، قلت له وليدي قعد في هذا البيت ما قديت لك. الحمد لله ديالكم ماشي كريم. لا ديالي ديال الله. الحمد لله ديالي ديال ما نكذب ما نحنجف، ديالي ديال سيدي ربي، ولو كون ما درتها شي من بكري ما غاديش نديرها. انت اللي بنيتي الحاج؟ بنيه عند واحد السيد كيقولوا له حسيني والصديق. هي ماشي مشكل، غير يعني فاش كنتي في صحيحتك كنتي قادرة انك تخدمي وما قدرتيش انك تمدي يدك لشي واحد. ايه ما قدرتش، ودروك ادعنت نطلب ولا ندير شي حاجة. شنو السبب اللي خلاك الحاجة يعني واخا هو ده الولد ديالك، واش هذا الولد هذا يعني واخا واش هبيل يعني نقدروا نقولوا انه رفع عنه القلم ولا باقي ساري كمل الحاجة؟ ما كيخدمش، ما عندوش دراع ديال الخدمة، واخا باقي صغير ما عندوش الدراع ديال الخدمه، ما كيخدمش، حتى هو غير اللي كيعطيوه الناس واللي كنمد ليه انا، ولا جاني يطلب ليا ما واش عندك شي حاجه، الا عندي كنعطيها له، ما عنديش كنقول له ما عنديش، ويدير لي الفضايح في الزنقه ويدا يغوت عليا. راه بيل ما عندوش عقل، ولكن بعدا ماشي بحال زمان، باش يضرب حد ولا يوصل حد ما كانش، يعني غير كيأدي غير نفسه. الله يرحم الوالدين. ودروك حمدتو وشكرتو، ما زلت كنسعى في سوق الجمعة، كنسعى هنايا في ميدالت، كنسعى في القسابي، كنسعى في إيمتشيمن، في وقت الصيف، في وقت الزيتون،
هادشي باش راني عايشه ورافده راسي. قولي الحاجة كيفاش يعني قلتي هاد كتمشي لهاد المواسم مثلا ديال الزيتون ديال يمتشم ديال القمح، ولكن كيفاش دوزتي كورونا؟ كيفاش دوزتي كورونا وفي ديك الوقيته كانوا الناس يعني كلشي كان ساد 3 د العشيه ولا 5 د العشيه، كيفاش دوزتي ديك الوقيته ديال كورونا؟ دوزتها بخير وعلى خير. تيجي الحديد يهزنا هنا ويديني ليمتشمن، كنقعد ديك السيمانه هذيك 15 يوم ونجيب داكشي اللي قسم الله، كيجيبني الحديد الى عندني الى الزنقه. عاوتاني في القصابي هكاك وقيت الزيتون هذاك الشيء اللي كان في الوقيته ديال كورونا. ها في الوقيته فاش كان داك الوباء؟ اييه سيدي ها لا ما كاين حديني حد عرفني، عرفوني فين كنمشي وفين كنجي الناس. ما كان حتى مشكل، ما كان حتى اللي قال لي شيء، ما كان اللي قال لي لا هادي ولا هادي، حمدته وشكرته. داخله سوق راسي وكنصحاها مسجده نيشان، ما فيها لا هادي ولا هادي. دابا انت ما كرهتيش الحاجه ما تمديش يديك لشي واحد ياك؟ لو كل لقيت ما نمدهاش، ولكن راه ربنا خلقت انا. يعني ما كاين عندك دابا حاليا حتى شي واحد اللي يصرف عليك؟ ما كان ما كانش حرام في الدين. واخا الحاجه شنو كطلبي دابا انت يا الحاجه؟ يعني باش ربما تخرجي غير القضيه ديال انك كما قلتي لينا انك كتسعي، واخا حنا كنسعوا الله كاملين سبحانه الا هو، ولكن شي حاجه شنو كطلبي باش انك ما تبقايش بهذه الحاله؟ شنو هما المطالب ديالك باش انك ما تبقايش في هذه الحاله هذه، انك تبقايش مدي يديك لعباد الله؟ انا لو لقيت ما نمدهاش، ولا اني ما لقيت لاش نولي، ما لقيت بنت، ما لقيت ولد، ما لقيت حتى واحد علاش نتكي، غير على الله، غير على الله. سيري كملي الحاجه. ايوا هذا الشيء اللي عطاني. شنو كطلبي دابا الحاجه؟ كنطلب من الله ومنكم علاش قدركم الله تعطيوها لي، تعاونوني. نتمنوا الحاجه الا كان شي محسن مثلا اللي ربما يتكلف لك مثلا بهذه المواد الغذائيه ويتكلف لك يعني بهذا الشيء اللي داك الحاجيات ديالك الزيت السكر الدقيق، ايه ما تخرجيش تسعي؟ لا حرام. الضو والماء عندي. الضو والماء عندك؟ ايه. يعني كتخلص شحال كتجيك تقريبا في الضو ما بين الضو والماء؟ كيخسر لي الضو الولد كيخرج تتخرج لي 4000، كتخرج لي 3500. الماء رخيص كيخرج لي داك 1000 ريال، شي مرة 1000 ريال، شي مرة 600، شي مرة 700. إيوا هادشي اللي كاين وليدي. نتمناو لك الخير الحاجة، عطيني هذاك لا الحاجة كتبوس والله نبوس لا 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 شوف الحاجة أنا اللي غنبوس لك راسك. الله يستر عليك. غنبوس لك راسك الحاجة ونتمناو إن شاء الله ربي شي محسن يسهل، الله يعاون، الله يسهل عليه حتى هو أنه يتعاون معاه. الله يحفظكم ورا فين مشيتي وفين جيتي ويصل لك أموركم بخير. يا ربي امين الحاجه. اذا متتبعي قناه شوف تيفي كما سمعتوا هذه هي القصه ديال خالتي غزاله، هاد السيده الطاعنه في السن اللي كتقول ما كرهتش كون عندي ما غنمدش يدي، ولكن كما قالت الغالب الله ما عندي كي غندير. لذلك ديما في كل فيديو الحمد لله من بعد كل فيديو كنصوروه كنتواصلوا مع هاد الناس هادو المساكن، ولكن كيفرحونا كيقولوا لنا ان اتصل بهم شي محسن ويعني راه الحاله ديالهم الحمد لله كتحسن. كما اي فيديو صورناه الحمد لله محسنين ديما كيكونوا معنا في المباشر انهم كيتساعدوا مع الحالات الانسانيه. كنتمنوا حتى شي محسن اللي تكلفل يعني بهاد السيده هادي يعني انه ربما غير إلا بقى كيتفكرها غير كل شهر باش ما تخرجش تمد يديها للناس. نتمناو شي محسن أنه يحج في هاد السيدة هادي ويدي هاد الحسنة، يحسبها مو يحسبها أختو يحسبها جداتو يحسبها اللي كان، المهم أنه تكون في قلبه ذرة من الإنسانية باش أنه يتساعد مع خالتي غزالة. إذا متتبعي قناة شوف تيفي غنخليوكم إلى مباشر آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجعل سيدي ربي يعاونك ويعطيك رضا الوالدين.